مشاهدي ومتتبعي قناة شوف تيفي، لازلنا معكم مباشرة على قناة شوف تيفي، والآن اخترنا لكم جولة بجنبات المحطة الطرقية ولاد زيان باش نشوفوا اشنو واقع هنا في هذه المحطة. كيف كتشوفوا الناس باقيين خارجين، عدد كبير من المغاربة والأفارقة من جنوب الصحراء ومجموعة من المتشردين ومنهم حتى القاصعين اللي باقين في هذه الأثناء. هنا جنبات المحطة الطرقية ولاد زين، شوفوا كبيرة ديال الناس اللي باقين خارجين وكأن لا علم لهم بشيء اسمه الحجر الصحي او حجر التجمع، باقين كيدورو لكمامة لأي وسيلة اي حاجة كتبين بانهم كيوقيو راسهم ويوقيو الناس اللي معهم، حتى حاجة حتى شي حاجة كتبين، بل حتى الفتيات. هانتشوف بنت، شوفوا باقا كدور في هاد الوقت هنايا، شوفوا مجموعة ديال المتشردين ديال الأطفال ديال الشارع. هانتشوف نحاولوا نخرقوا شوية ندوزوا في هاد لانشيك دي باش تشوفوا الناس، شوفوا فين ناعسين، شوفوا هانشوف. إذا هذه الأجواء بجنبات المحطة الطرقية، إلى هنا نأتي على نهاية هذا المباشر، دمتم في رعاية الله والسلام عليكم.